السلام عليكم، عواش مباركه، بون ديمونش. و الله ما عرفش اسمحوا لي بعد اول ما داش من قلت الصوا لانني خصني نبرد على كراشي شويه فهمتي. قال لي واحد حسن الالفاظ ايوا الا غادي نقول نحسن الالفاظ حسنوها انتم الاولانيين فهمتي كيفاش غادي ما عليناش. اول حاجه غادي نشرب شويه ديال الروزي ها فهمتي ها احسن نكملوها فهمتي. قال لي تجوج انا غادي نتجوج دابا انتم ها هو هاي 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 انا تجوجت احمد جيب واحد القرعه اخرى الله يعفو عليك صافي انا تجوج انا غادي نخلص توني الجاي عولوا عليا منين الله بلي نديرو شويه الريحه نديرو شويه الريحه منين الانسان خصو ديما يكون مريح طون فورت ماشي تنبخ عليكم انما هو الريحات ملي تيبقى فيهم والو تعتمد ليه ولدي تنجيبو من هنايا فهمتي من هنا نحيد بها نتريح من هنا نحيد ريحة ريحة السيجار من البار فهمتي داكشي علاش انا ما انا بقى عليا غادي كسمى هاديك هاي كاراتي هاديك الريحة القديمة هاي كاراتي لي كانت تباع المول الحال تشوفها في الجاج عام ولا عامين يبقى في الجاج هاديك هي الريحة ديال البلا هنايا لان انا حتى انا باقي كامبو واخا تشوفو فيه بحال هكا باقي السباغيتي كامبو شنو قلتي؟ عاود الكارت من الفهمة معليناش فهادي هذا غادي غادي ناخدو الإجراءات ديالنا الإجراءات ديالنا تانتي في بان ليا سيدي داك اسمو داك بيستاش داك الناطق الرسمي ديال الدولة اللي ديما تيدير الكومبلي ديال بحال هكا تصدف هذاك باش يعجبوني هادو اللي تكونوا في الحكومة هادو لي بيستوني تيفهم علينا. قال لك اسيدي قال لك بغينا نعطيكم ديك 1000 درهم ولكن ما عارفينش لما غادي نعطيوها ما عندهمش هذا الميكانيزم باش يعرفوا شكون الناس عطينا شوف هنا قال لي واحد قال لي واحد عود ستر لادريسة انا غنستر لادريسة هيا انت هاي شتو هاي سيتو لي 250 بون الحكومة سيتو لي 250 بون شتيها ليا و 250 بون المدامة شتي كيفاش غادي هانتوما هادا سمحو لي نشرب واحد الجغمة فهمتي شنو هذا معليش قال لك ما عرفتش لما يعطيو لك 1000 وانا نقول لك انا كما قلت لكم هذه شحال هذه انا ما قاريش ولكن عندي واحد الفكره سهله ها انت ها اول حاجه كاينه 181 الف سكيري ياك ما صابوش باش يشريو الشراب ها هي نعطيك الليسته ديالهم عطيهم 1000 درهم لواحد كما قلت زيد عليها شبكوني ها شبكوني ديال المغرب كله تما ما تيصوروا والو هذا هي هذاني ما شحال فيهم الواحد ها هو دابا خصهم 1000 درهم المتقاعدين اللي يجدوا قبل من 1000 في الشهر 1000 العام 1000 العام ولا 1000 في الشهر الله ما عارف هذوك المتقاعدين حتى هما هاي اللي سما شحال متاع سي عبد الكيس سوسيال يديروا طق 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 بالماكينه ويخرجوا لك يخرج لك النمبر الفيكا فهمتي وانتم معطيهم ها زيدك طلع لها فوق لها جيت مسودة أو إيمن تانو ديك الناحية فهمتي هذيك تجمعهم في واحد النهار واحد سب داك أشنو اللي يقول الشيخ ولا القايد يغوت عليهم ويجيو ودور معاهم ها هما تاني حيد ها تاني حيدنا لك نزيد قعد تاني ها شكون تاني أشنو نزيد اللي ما عندهمش يا الله 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 الناس اللي ما عندهاش اه نجمعهم ودوك البركاكة ديالكم دوك مالين اسمهم مالين هذوك اسمهم شنو ما عرفتش نقول لهم هذوك تما عطيهم هذا تما عطيهم 1000 درهم تقول لهم ما عندناش الميكانيزم باش نقلل نعطيهم 1000 درهم واش تضحك علينا حنا ها تضحك علينا شحال تما تعطيهم مليون اه وقال لك الفقراء ولا المغرب على شنو قلتي الاحصائيات العالميه كاينه 99 هذه
الفقراء، كاين اللي فقير في العلم، كاين اللي فقير في الفلوس، كاين اللي فقير في النكاح، كاين اللي فقير ماشي تكون فقير غير ما عندكش فلوس، كاين اللي مزال لي بعدا لكن ما عندكش تسكنه، سيروا الكريانات. تهلا من تعطي تضحك علينا حنايا، واش نتوما واش حنا احسن منكم ولا نتوما احسن منا؟ ها ما سيتو لهم ما كاين لا والو والو، طب 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 سيتو لنا الفلوس، ها هي 250 بون غتجينا الحمد لله، وغادي نمشيو لا وعاد قلنا لك عطانا فلوس الضوء، هاي شتي هاي مكتوبة، هاي ها غادي نشفع لكم ها قراها شتي ها ها واش تي سهل سهل سهل، لكن هما خلينا نعطيكم غادي نديرو ضربوا لهم الحجر اللي ما عطيناكمش، واش ولا على خدينا داك داك اسمه داك الشلح، قال لهم غادي سوس 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 وما سوس غادي يكونوا هما اللي غادي يزيدوا اللي وليد المغرب شتي ها 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 الامازيغ باكي تي تصرو ها وداك وداك با عزوز في دايتونا بيش مسكين عندو لوس كوز وبني عمو هما تاش دايرين لينا ف ف ف ف ف هاديك سوس هاديك ماشي شني والله ماشي مدينة ولا بلاد كسوس ماليناش عاوتاني تنسمع سيدي نسمع هذاك اسمو واحد واحد الفنان عجبني تيتكلم مزيان فهمتي فهمتي واحد الفنان كون ما كانش فنان ما عرفش يتكلم كان يتكلم مزيان تيتكلم على هاد القضية ديال طوطو ولا مطلوطو ولا داك الدري قال لك اسيدي قال لك اسيدي حنايا فهمتي هادو على كلاس فهمتي تكونوا فوق داكشي ديال فهمتي فوق داك الزبل ديال طراس بولبا داك الجيعان وداك داك المعلق ديال الياس تي في هادو فوق من الفنانة شتي تحترموا راسك فهمتي قال لك لي خاف فهمتي ولكن دابا القضية راه ماشي هي اللي بدات اجي راه ست شهور باش بدا القضية ست شهور داروا الشكايات داروا الشكايات مارشي ثلاثة ولا أربعة ديال هذا طوطو وصحابو ولكن قال لك اسيدي علاه ما قال هو علاه ما قال هو قال لك اسم الفرقه الوطنيه قال لك سيتو لي وما تيجيش ها ايوا شتي دابا شكون اللي ما عملش خدمته واش هنايا ولا الفرقه الوطنيه ايوا من طوط ما تيجيش هود هود عرفتي نمر قريب لكم هود ديريكت لدرب بجدي وهزو صافي ايوا سيتي ليبرا ها قال لك ست شهور ما تيتسناو فيه ما جاش هو قال لك ملي وقعت هذه القضيه عاد نهض الفرقه الوطنيه وهذا قرقبوا عليه من كيفاش القضيه وجابوا معاهم ديك داك الكلب طراس بولبا من بلجيكا تا هو جابو قال دخل 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 معانو تا لعب الشكايه ملي كيفاش قضيه وكيل ها وكيل اش قال لك هو قال لك على هاد الدراري حدا الدراري حدا مع هاد الدراري قارعين تعرفوا تعرفوا الماكينه تعرفوا هاد الشيء اللي بحال بحال المراكي تعرفوا هاد الشيء ديال اسمو التواصل الاجتماعي رضي الله عنه تعرفوا هاد الشيء قالوا ويلي حنا تنغنيو ليل ونهار وهادو هادو مسيطرين لنا على داك الروبوتور ديك ديك المنظم ولا ديك الهيئه هادو هادو الفنانين حنا قدام هما يديروا اللي بغاو خلص هذا ما تخلصش هذا وقال حقا عطينا الواحد من لهم عطيناه 190 مليون ايوا دابا نتوما ملي تقول على هاد الهيئه وهاد النقابه ديال الفنانين وفيهم التنظيم ايوا هي خدامين بالريع كيفاش هذا عطيتو 190 مليون بدون محاسبه بدون هذا 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 قال عاد تتبعي فيه غتبعو انا هرب ايوا هذا لافو ديال من لافو ديال طوطو لا حاشو شكون نتوما ولكن نتوما تي 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 نضر لكم باعتبار زعما كنتو دوزتو الحرف هادشي باش تهلاو في تهلاو فيهم ولكن نتوما نسيتوهم واحد واحد لابيريود انت ماشي فنان هادي هادي لا هادي ديك النفخه ديال الفنان الاستاذ حط قومك لا استاذ والو كلشي بحال بحال حنا بحال بحال ما كاين لا استاذ هو شنو هو انت بحال انت بحال بحالك ملي كيفاش قضيه ايوا كنتو مضيعينهم ولا لو تيغوتو ولا يسبو ولا شنو عرفتي الشباب مدي ايوا وهما ما تقراوش داروا شكايه ودابا من دابا عرفوا الناس عرفوا الناس اش شنو هو السبب تنظر هذا الشيء وقع هو هذوك النقابه النقابه هما النقابات كلهم ولاد القحاب واخا يكون فيهم الفنانه حتى هما ولاد القحاب لان اي نقابه ولاد القحاب النقابات يدافعوا على كرههم ما يدافعوش على 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 المواطن ولا على الخدام ولا الشاغل ولا لا انا نقول لك بلي نايف فهمتي شنو تخسر الهضره واش بين نقول لك انا واش انا نجي نقرا لك الدروس الديني ولا الدروس الحسنيه فهمتي كيفاش القضيه مانيش وخلينا الله يرحمك ما تنرفينيش لان يوم الاحد وغدا الاثنين هالوين هالوين نايت فهمتي مانيش فهمتي راه شفت شي كل جاده هاي تي انت هم البوم بالبوم هذاك البوم
تدي لها باك شتي هذا هي البكيه هي شتي وعشر دقائق ديال الحزاق هاي الحزاق الحزاق بوم اي فاش بوم هاي شتي البوم ديال الحزاق تضربها وتطش الريحه ريحه الخرا يعني كيشدوني تاني نديرو لي بحال اسمها اسمك الدريه الله يعقد عليها ما يقدريش يشدوها ضربوها بعامين على والو والراجل دخلوا معاه جاب له ما كاينش مهد ما كنت هي دم دخلوا تياتو عامين لان داك القالي ما عندهم ما يدير ندي ابك عيسات الحيبه هذا الحبس لانه ماشي هو اللي خلص عليهم الحبس لا حاشو واش خلص عليهم حنا اللي خلص عليهم فلوس فلوس الشراب فلوس هنا فلوس فلوس فلوس, فلوس. الله الله يطيركم ويطيرني فهمتي ولكن هذاك الاستاذ ما شفتو هذاك الفنان تكلم مزيان راجل كبير انت هذا هو تكلم وهذا وهذا وكان تابعين واحد في الانجليز هما دخلوا فيها دخلوا فيها الوطنيه والخيانه وداك الشيء واحد الانجليز يسبهم ومدخل فيها ايران ومدخل فيها باكستان ومدخل فيها اسمه افغانستان ومدخل فيها داعش هما بغا يلصقوا ليه شي واحد دار معاهم في الانجليز كما انايا لا لا انا ما كان ما انا انا وخي يديروا بي شكايه ومشي على الفرقه الوطنيه لان انا بعد اولا هيومن رايت هيومن رايت لان في المغرب ما غاديش ناخذ العداله النزيهه هما غاديش يعطيوني الحقوق ديال 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 بنادم حي فلهذا عندي واحد الحق باش ما نمشيش للمغرب نتحاكم هنا في الانجليزي الا دعا الله بغا يتابعوني الا نمشي فلوس ولا يجيبوا شي محامي من مراكش شي تحامي عليهم ملي كيفاش قال لي هذيك حد في هذوك الجامع هنا كل دي سبيكي انجلش كم هاي كم اوفر هيرن هاف كاب تي معليش فلهذا غادي نقمعكم الموضوع ما نطولش عليكم لان تابعني التاريخ وديت المتابعكم التاريخ وكاين واحد الماتش دابا كان مانشستر يونايتد ربح ايفرتون بواحد وزيرو الدريات هادو الدريات والدريات الاخرى بغداك البوكسورات راه في دومي فينال ديال الكوب دي مون ديال الرغبي الرغبي دومي فينال شتي على بال هنا عطاو القيمه للنساء عطاوهم الفلوس في الرياضه وداك الشيء في المغرب تيبغي تجوج معاها تيجي على باله يخطبك بنتك ويخرج لي على الكارير ديالها فهمتي هذه هي الدسال ديال المغرب هذه خصها نديرو لها بحال هذاك الدري ذاك الدري اللي حنا الحيط اسمه نسيت عليه الله يعرف ذاك اللي باقي على الحيط هذاك المحلل اللي كيبدا المال قال اسمع 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 عليك اسمه هذاك اسمه ذاك الترك مشى لبلادو وقال لك بغى يسد تمو تخطب ليه باطمة شفت تبكي بقات فيه ودابا راه قال لك على ما قالوا على العربية ما نطلقش الدعاية هما اللي طلقوا الدعاية ولا نقول لكم قال لك قال المو حتمو مو تمشي حتمو كانت هي كانت ساكنة جد الكارير وهاديك الدرية هادي مسكينة الدرية هادي اسمها الدرية بنت الكارير ودابا انت يا بنتي واش انت يا بنت الكاريه الحي محمدي الدار البيضاء وجا واحد كامبل من واحد الدوله اللي اسسها الحسن الثاني وقلبك قال لك جاب لي وحده وقال لي هذا بيزنس ديني مسكينه يمشي تخرج تخدم بالليل وخليته في الدار قال لي هذه جات هذه عن شي ديال البيزنس باش ما كاين يزيد ليها في الفن قال لها تنتقد بهم يا بنتي واش انت كامبوها ويلي بنت الدار البيضاء ويلي الحي محمدي جاك بقلبك جيب ما نقولش جاي مع وحده للدار قال لك غادي يعمل لها اسمه لك دير بيزنس ديني ويجيب الروج وهذا والكارو والماكله وكل شيء قال لك بيزنس ديني هو بيزنس ديني بيزنس 8 السوايع واخا كانوا يكونوا غيشتروا المغرب كله دي ايوا شتي اي لا فا اسمك المهم اسمك بلا باطمه ما تبكيش بليدي ما تبكيش راه هذاك اسمه لك الحلال حيت باقي بغى يجي يخطبك هذه ربع سنين وتدافع عليك اللهم اسمه يولي يتزوج معاك يا بحال تما انت عندك الولاد هو عنده ولد بحال يعيشوا هابي فاميلي اول توغادا معليش اش كنا صافي نمشي بحالتي ما نطولش عليكم كنت معكم انايا من هنايا واللي ما عجبوش الحال يعاود يكرر فهمتي اقول قولي وسير على تحبيك من عليكم الى باقي خدام شنو هو ما تورك ما والو صافي خلي ديرهم الفيديو محروق والو اربعه الفيديوهات والو حتى واحد ما خدام محروقين واش بغا واش عندي واش ندير مع ولاد القحاب حاشا اللهم خليهم يديروا اللي عجبهم انا هنايا هما الهي ويعموا بحار الحمد لله والحكومه اللي تعطينا الفلوس ما مضيعاش وزادونا في التقاعد وشكون واكلين شاربين الحمد لله والله يجعل البركه في مولانا تشارلز التير
في المستقبل نقول مولانا الحسن ثيرد بحال والو هو لا رجع اسمه اصلا امشي بحال امشي امشي.